صباح الخير لكل الاشخاص يلي عم يتابعوا ام تي في لايف لليوم، لكل اللي انضموا لنا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، من لبنان ومن الخارج. ببدايه هيدا النهار بدي اتمنى لكم اسبوع مبارك، يكون اسبوع كله خير وبركه ونجاح، وعلى امل انه نكون كمان عم نعيش بسلام وبهدوء. منتابع فقراتنا مع ايت سمارت مع رندا فهد، لانه مثل كل نهار تنين بكون عندنا عده مواضيع بدنا نحكي عنها لها علاقه بالتغذيه وبالصحه. صباح الخير رندا. صباح النور لورا. اليوم عندنا يعني هيك مشكل شوي حلقتنا، كمان بدنا نحكي شوي عن الرياضه وعلاقتها بالجوع، او الجوع وعلاقته بالرياضه كمان. وبدنا نحكي كمان عن البروتينات النباتيه والحيوانيه والفرق بيناتهم. بشو بتحب نبلش؟ رح نبلش اول شيء بالدراسه الجديده اللي كمان عم تثبت قديش هي وقت الانسان يعمل رياضه شو العلاقه بين هالرياضه والجوع تبعه. هلا لورا بيجي كثير اشخاص عندي على العياده بيقولوا لي نحن هلا ما رح نبلش رياضه اذا نحن عم نعمل رجيم لانه يمكن نجوع. في ناس بيقولوا لي ما رح نعمل رياضه لانه كمان بعدها خبريه اللي العالم بعدني ما بعرف ليش مقتنعين فيها انه العضل بيربى فوق الدهن. هلا باول مراحل الدايت ما بنعمل رياضه، هيدي كثير شائعه هلا. مزبوط، وهيدا الشيء اللي انا ضده 100%. نحن لازم نعمل رياضه اذا عم نعمل دايت لننقص وزننا، او ما عم نعمل دايت ولا يعني رياضه هي من اهم الاشياء اللي انا دائما دائما بس تفرق يمكن انواع الرياضه، هون بدنا مونيتورينج شوي. هلا لورا هو نوع الرياضه اللي بدنا نعمله، يعني بدنا نفكر انه كل انسان بده يعمل شيء بيرتاح له، كل انسان بده يعمل شيء يقدر يضاين عليه، هيدي اهم شغله. فحتى انا اللي بيقول لي بدنا بحب امشي بقول له ايه بجنن المشي، اللي بيقول لي انه انا بحب روح على النادي بس بدي نقي نادي حد بيتي اما حد شغلي، اهم شيء يكون شيء براكتيكال يعني عملي حتى اقدر كمل فيه. لكمل هون الخبريه، فما في شيء اسمه العضل بينما فوق الدهن، هو الدهن شيء والعضل شيء ثاني، فهيدي ما بدي تخافوا منها. هلا اوقات نحن وقت نبلش نعمل رياضه نربي فيها العضل، اللي بيصير انه مزبوط العضل باول فتره رح يكون عم ينفخ شوي، رح يكون عم يمتص مي بقلبه، فهول الشغلتين اذا طلعتوا على الميزان رح تشوفوا انه في شويه زياده وزن، ولكن اذا بننتبه انه هالزياده ما بتكون زياده دهن ابدا. ونحن الرياضه اللي بنعملها اللي بتربي العضل كمان بتساعد الجسم انه يحرق وحدات حراريه اكثر، يعني بيعلى الميتابوليزم، فهيدا كمان في ساعد على انقاص الوزن. هلا لنرجع، هل هي الرياضه رح تخليني جوع؟ والجواب اللي هو دائما دائما جواب العلمي هو لا. نحن وقت نعمل رياضه بالاجمال الشخص بيعطش. فاذا ما شربنا مي كميه كافيه رح تطلع هالفكره على الدماغ انه انتم جوعانين، فاذا هون نحن لازم نكون عم نشرب مش عم ناكل يعني بوقتها. لازم هيدول الكريفنجز يلي بيجوا من بعد الرياضه لازم نكون نحن كمان عم نعرف نفهمه المزبوط. مزبوط يعني بيكونوا عطش، رح يكونوا عطش. هلا الرياضه اذا كانت رياضه الانتنسيتي تبعولها يعني عم تنعمل رياضه قويه بيقولوا لها هاي انتنسيتي، اما الهيت هيدي الرياضه هي في هرمون اللي اسمه هرمون الجرالين اللي بيقولنا جوعه، وقت نعمل الهيت اكسرسايز الجرالين بخف، يعني مفروض ما نجوع، هيدا هرمون الجوع بخف، فهي تلقائيا وهالدراسه رجعت اثبتت هالشيء هلا انه بخف وانتم ما رح تجوعوا. هلا وقت نقول رياضه هيدي هي القاسيه، وقت نكون نحن عم ننط على الحبل، وقت نحن نكون عم نعمل البوش اب السريع، وقت نحن نكون عم نركض، هيدي رياضه قاسيه، وقت نكون عم نحمل هول الحبل القوي ونكون عم نهزه، فهيدول كلهم انواع من الرياضه اللي هي قويه. نحن وقت نعمل رياضه على فترة ساعة مثلا فينا نعمل هيدا الهيت اللي عم قوله لمدة 10 دقائق، أما 20 دقائق فينا نعمله نرتاح نرجع نعمل 10 دقائق. فوقتها يكون في هالنوع من الرياضة بدي تتأكدوا إنه هرمون الجرالين اللي بقولكم أنتو جوعانين بخف، فأنتو ما رح تكونوا عم تجوعوا. قدمنا تحلنا وقت هلا إجمالا نحن لازم بعد ما نخلص نشرب مي وبعدين وقت نجوع بناكل. هلا رح ناكل الأكل العادي لأنه نحن الجوع المضبوط هو بيجي بعد 24 ساعة.
هذه الشغلة. فإذا بيكون واحد أكل أكله طبيعي. مين كمان لورا اللي بحسه بيخبص بالأكل هون هو الشخص اللي مش أكل صح خلال النهار، يلي راح عمل رياضة وأوريدي منه شبعان كفاية. مزبوط، ما أكل بروتينات كفاية، راح عمل رياضة عشية وهو خلال النهار متناول كمية أكل كتير صغيرة. طب هاي طبيعي، هيدا مش لأنه عمل رياضة، هاي لأنه نحنا أنت أما أنت بخلال نهارك ما أكلت مزبوط، فاللي راح تأكله راح تأكله عشية، وبصير واحد هون عشية بصير أوقات أما الجوع الزيادة أما ما في بروتينات زيادة، فاختيار الأكل بصير اختيار منه صحي، وهيدي السايكل بتكمل. وساعتها يعني نحن مفروض من بعد الرياضة نكون عم ناكل يمكن سناك صغير أو نكون عم ناكل شيء صغير تنقدر نضاين يمكن لوقت الوقعة، حسب أي ساعة الرياضة. لورا يمكن أوقات نعمل رياضة ومن بعدها بكون هي صار وقت لتكون وقعة الأكل تبعنا. وبتعرفي كمان لأنه ذكرتي هالشيء من الأشياء الشائعة، لأنه على طول معنا بشنطة الرياضة سناك صغير، هيدا شو بنعمل فيه؟ بنحطه بالشنطة أو لا؟ هيدا حسب الشخص. برجع بقول يعني إذا الشخص بحس إنه بعد الرياضة بقشوت، يمكن شخص عنده مشكل بالسكر بقشوت السكر عنده، يمكن شخص عنده مشكل بالملح كمان قشوت عنده الملح، هذا شخص هو اللي بياخذها للسناك. ولكن اللي بدي أقوله عنا كتير كتير شرحة من العالم منا بحاجة للسناك، وهيدي اللي هي الدراسة اللي عم أقول عنها. كجوع أنتم منكم بحاجة لإله، ولكن آخر شيء بدي أقوله مثل ما بحكي دايما إنه كل شخص مختلف عن الثاني، مين بحاجة لهو ياكل دغري أما لا، بس واضح جدا بدي توصل المسج إنه نحن إذا عم نعمل رياضة كتير قاسية مفروض من بعدها ما نكون عم ومنا حجة نرجع نفلت على الأكل دغري من بعد. بدنا نحكي عن البروتين النباتي والبروتين الحيواني، شو الفرق بيناتهم؟ هل هن ممكن يكونوا عم بيعودوا عن بعضهم؟ هلا اكيد انا دائما بحكي عن هالموضوع لورا، اليوم حبيت احكي عن قديش البروتين اذا كان بروتين نباتي هو بيكون افيلبل اما الجسم عم يقدر يكون عم يمتصه مقارنه بالبروتين الحيواني، وقديش عم يستعمل منه، وهل الانسان في ربي بالنتيجه عضل اذا بس تناول البروتين النباتي. فمقارنة نحن بس هيك سريعا لذكر انه البروتين الحيواني بيجي من الحيوان، يعني وقت احكي عن السمك الدجاج اللحمي، بس كمان وقت احكي عن البيض، وقت احكي عن الحليب ومشتقاته بدي تذكروا هول كلهم من البروتين الحيواني. وقت نحكي عن الواي اللي هو جاي من مصل الحليب، يعني عم بحكي عن البروتين الحيواني. البروتين النباتي وقت اكون عم بحكي رح أقسم شوي هون، رح أحكي وقتها نحكي عن سبيرولينا، وقتها نحكي عن الشوفان، وقتها نحكي عن البكويت أما القمح الروسي، هولي من البروتينات. وقتها أحكي عن البازيلا، هولي بروتين نباتي وهولي فيهم البروتين الكامل كمان بالبروتين والشيا كمان. البروتين كمان النباتي وقتها أحكي عن الفول الفاصوليا الحمص، البروتين النباتي وقتها أحكي لكن قلنا على البذور وعلى المكسرات. واللي بدي تعرفوه كمان بالقمح وبالرز في كمان بروتينات، فكمان هول فيهم بروتين ولكن منهم بروتينات كاملة. أوكي. هلا لكن قلنا انه عدينا كل هالبروتين، يعني وين ما بنلاقي بروتين بس الجسم بيقراهم نفس الشيء بيمتصهم نفس الطريقه. اكيد لا، هذا اللي هذا هو الموضوع. وكمان بدي اذكر لكن احنا وين اللي حكيته ما فيهم بروتينات؟ الدهنيات، الدهن البيور مثل الزبده، مثل وقت احكي عن الزيت، الفواكه ما فيها بروتين، والخضار مبدئيا هول ما فيهم البروتين. هلا نجي نحن بنشوف انه كيف عم يقراهم الجسم. فنحن الجسم وقتا ياخد البروتين الحيواني عم ياخد بروتين كامل، ومعه عم ياخد بنقول له الهيم الحديد اللي دغري الجسم عم يمتصه، ومعهم كمان في الفيتامين بي 12. فهون هول الاشياء هي منا متوفره بنفس الطريقه بالبروتين النباتي. اوكي. بالبروتين النباتي اجمالا عند النبات في عنا نحن بنعرف البروتينات مؤلفين من الاسيد الاميني امينو اسيدز، وعندنا تصعه من الهول الامينو اسيدز بنقولهم اسينشال، يعني لازم نحن نكون عم نتناولهم من خلال الاكل. فاذا هن هول وقت اكون عم بحكي على البروتين النباتي معظم النباتات بينقصها
أسيد أمين معين، إجمالاً بيكون لوسين، أما لايسين، أما اللوسين واللايسين يعني هولي. طيب وقت أنت أكلتي لنقول الفاصوليا، أما وقت أنت أكلتي العدس، أما وقت نحن أخذنا البينات بطر، هون أول شغلة بدي أقولها أنه هن فيهم بروتينات ولكن بينقصهم الأمينو أسيد، الأسيد الأميني واحد منهم رح نقول هون اللوسين. طيب نحن كيف فينا ناخذهم بطريقة نكمل أنه يكون عندنا هو كامل؟ إذا أنا ما باخد شيء من مشتقات الحيوان ساعتها أنا بدي يكون عم بمزجهم مع نوع من البروتين النبات الثاني، ومثلا هون بيجي عندنا القمح، أما بيجي عندنا الرز. لكن أنت وقتها تاكلي فاصوليا منيح انه يكون حدا فيه الرز، اما يكون في حدا الخبزه اما القمح، هيك بتكمل البروتينات تبعو لكل الاسيد الاميني. هون نحن وقتها ناخذ البينات بتر ساعتها بتصير وجبه كامله بالبروتين بالبروتينات. مزبوط. وقتها ناخذ البينات بتر مثلا بدي اكون عم حطها على الرايس كيك، اما عم حطها مع الخبزه حتى اكون عم باخذ كمل للاسيد الاميني. برجع بذكر لورا انه في عندي انواع من النباتات اللي هو برجع تذكرته، مثل الشيا البذور، مثل السبيرولينا، مثل القمح الروسي او الشوفان، مثل الكينوا كمان، هولي والبازيلا هول فيهم الامينو اسيد كاملين كامل. يعني ما ضروري يكون عم بمزجهم مع شيء ثاني، بكون عم باخذهم عم باخذ يعني هدول اذا عملناهم بسلاد، لانه هلا يعني طيبين بالسلاد مثلا، مش ضروري نكون عم نحط شقفه دجاج او شقفه لحمه عليهم. خصوصا هون انا عم بحكي عند الاشخاص اللي ابدا ما بياكلوا لحمه ودجاج وهيدا، فنحن فينا نكون عم ناخذهم ونكون عم ناخذ الاسيد الامين الكامل. طب معقول يصير عندنا اكسس يعني فائض من هالبروتينات اذا اذا كان هيدا هو كل اكلنا؟ هلا الفائض مبدئيا لا، اذا عم بحكي على البروتين النباتي. هلا لاحكي شوي نحن عن قديش حاجه جسمنا من البروتينات. فاذا نحن كانسان عادي بحاجه ل 0.8 جرام لكل كيلو من جسمنا، اوكي؟ وقت يكون شخص عم يعمل رياضه حسب نوع الرياضه اللي هو عم يعملها وحسب هو شو بده من هالرياضه، ولكن الانسان اللي بيعمل رياضه بالاجمال نحن بنعطيه كيلو جرام ل جرام من البروتين لكل كيلوغرام كيلو. او فينا نعطي 1.2 لكل كيلو من جسمه. هلا اللي بياخذ 1.8 و2 جرامين بروتين لكل كيلو صرنا بكميه كثير فائده. شغلتين، اول شيء بدي اقول لكم دائما بقولها للرياضيين اللي بيجوا لعندي، جسمكم منه بحاجه لكل هالكميه. هلا احنا بنعطيها كمان لاشخاص حتى منهم هن بلكي، لاشخاص هن ضعاف وبالفعل ما كثير عم يقدروا يربوا بروتيناتهم، هون اللي انا بعلي لهم كميه البروتين اللي بدهم ياكلوها اكثر من غيره. يعني مش للمينتننس اجمالا، اذا كان اوريدي حدا عامل العضل مش للشخص اللي مزبوط، للشخص اللي هو كثير بلكي، اوكي؟ فهيدي شغله كمان بحب يعرفوها الاثليتس. هلا رح ارجع هون لاني عم بحكي على البروتين النباتي، هل في عندي رياضي بياكل بروتين نباتي بكون عم يقدر يربي عضله وبكون عم ياخذ كل الاسيد الاميني والكميه المضبوطه؟ الجواب هو ايه، ولكن هون هيدا اللي كمان بدنا نحكي عنه. اكيد فينا نكون نباتيه، واكيد نحن تربيه العضل اساسها هي الرياضه، ونحن بنرجع بنساعد هالرياضه ونوع الرياضه بالاكلات اللي عم ناكلها. هلا شو هو كيف الجسم عم يمتصهم لهالبروتينات؟ فاذا انت وقت تكوني عم تاخذي البروتين الحيواني البايو افيلابيلتي، قديش هو افيلابل، قديش هو الجسم قادر يكون عم يستعمله، رح اقارن شوي بالوقت اللي عندنا اياه بالفرق بيناتهم. سو نحن وقتها كنا عم ناخذ الواي بروتين اللي هو مصل الحليب، فشفتوا انه اكثر شيء افيلبل هو الحليب اللي بيقدر الجسم يكون عم يمتص منه، هين على الجسم يمتص دغري، يمتص اتس بايو افيلبل، يعني مش بده يتحول لشيء ثاني دغري البروتين تبعه. فاذا الواي هي من اكثر الاشياء مصل الحليب. بيجي عندي الحليب، الحليب الباودر مثلا، اما الحليب الليكويد بيكون الكميات اللي بناخذها. بعدين بيجي عندنا البيض مصدر كثير قوي، مشان هيك انا بطلب من العالم دائما ياخذوا بيض كرمال العضل تبعولهم. بيجي عندنا بعدين السمك، بعدين الدجاج واللحمه حد بعضهم. هلا من بعدها بده يجي عندي الافيلابيليتي تبع البروتينات اللي هي جايه من النباتيه، يعني عم نحكي عدس، حمص، فاصوليا، واكثرها هو البازيلا.
هلا البازيلا اكثر فئه فيها بروتينات. مزبوط واكثر فئه بيمتصها الجسم بسرعه. فالبازيلا في عندنا البازيلا اللي هي باودر، ومشان هيك بتشوفي في عندنا واي معمول من البازيلا، والبازيلا في منها البروتين بارز كمان مثل ما بتشوفوا، ومن بعدها بيجي عندنا الذره، ومن بعدها بيجي عندنا بس البقوليات يعني الفاصوليا اتسترا، ومن بعدها بيجي عندنا المكسرات. هيدا عم نحكي من بالنسبه للامتصاص، للامتصاص مش للكميه الموجوده بقى. ابدا هيدا للامتصاص. شكرا كثير لك رندا فهد، بنشوفك بحلقه جديده نهار الاربعاء. الله يبارك. بناخذ بريك ومن بعده بنتابع باقي الفقرات مع كاتيا.